مساء الخير جميعا. النهاردة هتكلم معاكم عن 3 أنواع من السكتشات، يعتبروا هما مراحل بناء أي لوحة. هما سكتش الخطي، سكتش التحضيري، وسكتش المدروس. في الفيديو ده أنا هشتغل بورتريه فحم بال3 مراحل وهشرح كل مرحلة مع الشغل. يلا بينا. هنبدأ بأول مرحلة، مرحلة السكتش الخطي أو اللي هو الأوتلاين. باختصار كده في المرحلة دي بنركز على الكتل. نبدأ الأول بالكتلة الكبيرة اللي هي كتلة التكوين، وبعد كده هبدأ أشتغل على الكتل الأصغر. في المرحلة دي وأنا شغالة مش باخد بالي أو مش بركز بس على كتلة التكوين، أنا كمان لازم أركز على كتلة الفراغ اللي حواليه شكلها إيه. بنبدأ بخطوط خفيفة وسريعة، وبعدين في الآخر بأكد الأوتلاين بتاعي المظبوط. كده أنا خدت كتلة التكوين الخارجية، وهنا عشان برسم البورتريه فحطيت بشكل سريع المحاور بتاعتي عشان أظبط النسب، وبعدين بدأت أشتغل على الكتل الأصغر. هنا هنحاول نفصل وما نركزش خالص في تفاصيل الملامح، خصوصا في البورتري. ناس كتير بتركز في الملامح في الخطوة دي، وللأسف ده بيوقعهم في الغلط. إنما هنا المفروض نركز في الكتل ونبسطها لأشكال هندسية بسيطة. هنا بعد لما برسم الخطوط أو الأشكال الهندسية عموما، ببدأ بعد كده أظبط زوايا الخطوط بتاعتي عشان أظبط المنظور. أنا هنا شغالة الخطوتين مع بعض، اللي هو أنا برسم الكتلة وفي نفس الوقت بظبط برضو الخطوط بتاعتي عشان أظبط المنظور. بس انتوا ممكن تعملوا خطوة قبل التانية، اللي هي نرسم الكتل الاول ده الاساس، وبعد كده اظبط المنظور في الاخر وانا بأكد على الخطوط بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول افصل خالص، مركزش في اي تفاصيل، انا بس كاني بالظبط ماشيه مع الخطوط والزوايا بتاعتها عامله ازاي. وهنا برضو برسم على فكره خطوط الظل بتاعتي. دلوقتي احنا دخلنا في المرحلة التانية او اللي هو السكتش التحضيري. السكتش التحضيري ده بيكون ان احنا بندي كل اماكن الظل تون واحد بس، مش اكتر من كده. يعني في الاخر بنوصل احنا عندنا تون فاتح اللي هو بلون الورقة، وتون غامق اللي هو اماكن الظل بس. لو في حالة ان المرحلة دي مرحلة من مراحل اللوحة، مش مجرد ان انا هعمله سكتش وهسيبه كسكتش، المرحلة دي لازم تكون بجيب اخف تون من القلم. يعني ما ينفعش ان انا ادوس بقلم الفحم او الماركر او الجافة او ايا كان واجيب منه اتقل تون في المرحلة دي، عشان اقدر بعد كده ابني تونات براحتي في مرحلة الدراسة اللي هي بدأت دلوقتي. الاختلاف بين السكتش المدروس والسكتش التحضيري هي بتكون عدد الدرجات الظلية. ان في السكتش التحضيري احنا يدوب بنعمل هو تون واحد بس في اماكن الظل، اما في السكتش المدروس احنا بنبدأ نشتغل على باقي درجات الظل اللي موجودة، اللي هي هتكون حوالي 2-3 بالكتير. ببدأ ابني التونات بتاعتي بس بالتدريج، مش مثلا في منطقة غامقة اروح اضرب مثلا القلم فجأة يديني تون غامق فجأة، وإلا هلاقي نفسي بعد كده غمقت في اماكن ما كانش مفروض انا غمق فيها بالدرجة دي. فببدأ ابني بالراحة واحدة واحدة. هتلاحظوا ان في اماكن انا حطيت فيها اسود جامد فجأة، بس عشان انا متأكدة ان الاماكن دي هي اغمق حاجة موجودة، فانا بضغط فيها
او بضغط على القلم شويه وانا شغاله فيها بحيث انه يديني الدرجه الغامقه اللي انا عايزاها. وبعد كده ببدا اطلع من الغامق ده بالتدريج على باقي التونات، مش بعمله غامق فجاه والاقي ان في فاصل بينه وبين التون اللي جنبه، لا لازم افضل اشتغل عليه بالراحه وبالتدريج بضغطه قلم خفيفه واطلع منه بالراحه على الخفيف او التونات الاخف اللي جنبه. وعشان افضل محافظه على الطريقه دي او التونات اللي بتطلع مني ان هي ما تتقلش فجاه، انا ببقى ماسكه القلم بطريقه معينه، نبقى ماسكين القلم من ورا ومميلينه، مش عاملاه في وضعيه ان انا كاني هكتب عشان الخطوط ما تتقلش مني قوي. ممكن اعمله كده لو انا بشتغل خلاص في الاخر باكد على تفاصيل بسيطه قوي زي مثلا ما عملت في العين. بفضل مركزه في المرحله دي ان انا ببني تونات، كل التونات اللي انا شايفاها على قد ما اقدر، وبالتالي هو ده اللي بيبرز الملامح بتاعتي، مش اني مركزه في التفاصيل برضو قوي. كده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. لو عندكم اي استفسارات هستنى اسئلتكم في الكومنت، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة.